ولدت جنانتين بضيعة سانسي بفرنسا سنة 1765. فقدت أمها بعمر 16 سنة وسلمها بيا مسؤولية 6 إخوة تعود عليهم رعاية وحنان الأم. خدمة جنانتيت ما توقفت عند عيلتها، راح تتعلم أولاد الرعية الدين المسيحي وتزور المرضى والعجزة. هالاهتمام الرعوي ما كان إلا بداية دعوة أوسع بكتير. ما اكتفت جنانتيت بتكريس البعض من وقتها لخدمة الرب، أرادت تكرس له كل حياتها، تتخلى عن كل مشاريعها بسبيل مشروعه هو. بعمر 22 سنة دخلت جنانتيت جمعية رهبات المحبة بباريس تابعة للقديس منصور دوبور، وهنيك لقيت ذاتها، لقيت ملء شوقها ورغبتها، حياة الصلاة المتجسدة بالخدمة، خدمة الفقير. سنة 1789 بلشت الثورة الفرنسية الملحدة، وراحت تضطهد كل الرهبانيات وتجبرهم على القصم ضد الدين. منعت الحكومة الرهبات من العيش ضمن حياة جماعية وجبرتهم يرجعوا على بيوتهم. تركت جنانتيت الدير بباريس ورجعت على بيتها بسانسي. وراحت تعتني بالمرضى وبتعليم الصغار، وبالخفية تجمع بعض المؤمنين للصلاة بوقت كان الكهنة ممنوع عليهم القيام بواجباتهم الروحية. وكانت تهتم بتأمين الملاجئ للكهنة. رغم كل المخاطر كانت تردد، الله معي دايما وما رح خاف من شيء. سنة 1795 خمدت الثورة، وجنانتيت يلي ما توقفت يوم عن التفكير بالرب رجعت تبحث عن طريقة جديدة تكرس حياتها لألو. وبعد فترة من الصلاة توضحت لها إرادة الرب من خلال كاهن مرشد، أكد لها بأنه الله عم يدعيها تروح على بوزانسون تهتم بالشبيبة وبالضحايا يلي خلفتها الثورة. نداء الكنيسة من خلال الكاهن كان بالنسبة لجنانتيت نداء من الرب. وبعد فترة من العزلة والصلاة بلشت جنانتيت عملها الرسولي ببيزانسون من تعليم الأولاد وخدمة المرضى، وكان همها تنمي بقلوب الناس روح الإنجيل. وأول عمل بشرت فيه كان ببيزانسون ب 11 نيسان 1799، وهالعمل هو افتتاح مدرسة، ومن يومها نشأت جمعية راهبات المحبة وانطلقت الشعلة. وهيك بلشت الجمعية تنمى، وبلشت الطلبات تتوجه لجنانتيت من كل الأماكن لفتح المدارس والاهتمام بالمرضى والعناية بالفقراء، وما كانت تتردد إنه تلبي أي طلب مساعدة. لا المسافات ولا الصعوبات منعوا جنانتيت من خدمة الفقير. كانت تتردد وتقول بتحدى كل الحواجز حتى لبي حاجة الفقير واخدم الإنسان وين ما كان ومين ما كان. و
وضعت جنانتيد قانون للرهبن، واتخذت القديس منصور دوبول شفيع لإلها، وانعرفت باسم أخوات المحبة. سنة 1810 دخلت جنانتيد مع قسم من الرهبات على نابولي بإيطاليا، بناءً على طلب الملك يلي أوكل إدارة الأعمال الخيرية والتربوية. بأربعة وعشرين آب سنة 1826، يعني بعمر 61 سنة، انتقلت جنانتيد لحضن الآب، تركت لنا شعلة المحبة وزناتها رابحة، وفرح اللقاء بالرب أكيد. في كتير أشياء ما قدرت حققتها بحياتها، بس رجاءها كان كتير كبير بكل شخص رح يجي من بعدها يستلم الشعلة ويكمل المسيرة يلي بلشتها.